ازيكم يا جماعة، في حلقة جديدة على قناة زيان محمد. والنهاردة هلعب لعبة جيتنج اوفر. اللعبة دي شفت فيديوهات عنها على اليوتيوب، ناس بتلعبها كتير وعرفت ان هي يعني صعبة جدا وبترفع الضغط. والنهاردة هلعبها، وما تنسوش تعملوا لايك. وهلعب اللعبة دلوقتي، هلعبها من الاول. يلا نبدأ. هي اللعبة في الأول راجل بيطلع من بتاعك ومعاه الشاكوش ده، واحنا بنروح نمشي بالشاكوش. بمشي دلوقتي. ايه ده؟ هو بيعمل حركات غريبة. مين بيعمل ده؟ مش عارف اطلع، صعب. وطبعا كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان جه. معرفش الحتة الصعبة دي، عملتها عملتها خيانة يا جماعة. عديت الحتة، عديت دي كمان. انا اعلي الصوت بتاع اللعبة بس. هي اللعبة فعلا صعبة، مش عارف انها تبقى صعبة كده. انا اتزنقت. ايه ده؟ اتزنقت يا جماعة. وقفت لغاية هنا اهو يا جماعة، كده حلو اهو. هي اللعبة فعلا بترفع الضغط جدا يا جماعة وصعبة جدا. بعد الكاميرا بس هلا هو يا جماعة، ده نزلت تحت خالص، يعني طلعت كل ده. هقعد اطلع كل ده من الاول تاني.
الصعوبة دي عاملها ازاي؟ لغاية هنا اهو، وانا جاي لي فكرة. بص، لا مش كده، هروح هنا حتة. ايوه هنا. لا لا نزل لتحت خالص.
معرفش ايه الصعوبة دي. بصوا يا جماعة، أنا هجرب آخر مرة هطلع فوق، ولو ما عرفتش هنهي الفيديو. ماشي هجرب، يلا كده. لا لا لا، معرفش ليه الحتة دي بقف فيها كده. لا لا، شايفين يا جماعة أنا وصلت لغاية هنا أهو، رحت فوق هنا بعدين وقعت تاني كده. لا لا، طلعت لغاية فوق هنا اهو. اروح كده، الحمد لله طلعت لغاية هنا يا جماعة، وخلاص هنهي الفيديو لغاية هنا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اللعبة كانت صعبة جدا، وكان معاكم زياد. سلام.